الاختلاف، ألا وهي المسافة التي قررت من قبل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الحج العربية الأصيلة. على بركة الله وتوفيقه نبحر معكم مشاهدينا الكرام في أول الانطلاق مع مقدمة الشوط، والصراع الذي يبدأ من هنا من ميدان الشهيد في دولة الكويت الشقيقة. انطلقت هذه الشعارات، انطلقت هذه الاسماء، ما في راكب آلي الا يرابط حزامه، الا يرابط حزامه منذ البداية. هذا الشوط المولع المولع، هذا الشوط بركان بركان يا اخوان من الاسماء ومن الدور المتناثرة داخل ارضية ميدان الشهيد. فليشهد هذا التاريخ، وليشهد هذا المكان، وليشهد هذا الزمان، وليشهد الذهب، بل نكتب مشاهدينا الكرام في سجلات التاريخ بأن البطولة الثانية التي شهدت هذا اليوم وفي ميدان الشهيد في دولة الكويت كان الصراع الحميم ما بين الأشقاء من جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. مقدمة الشوط، المركز الأول الله للشاهينية، تتقدم مشاهدينا الكرام أول المراكز وتنطلق بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. هذا الشعار الغني عن التعريف القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة فيصل بن طالب بن شهم مضمر القرن. والله يا له من انجازات، 6 حروف وانجازات عديدة. واليوم ايضا اليوم شال الكاسين، شال الكاسين مضمر القرن ويتواجد مع المركزين الاول والثاني، يتواجد من خلال تقدم الشاهينية مع المركز الاول ومع المركز الثاني ايضا تتواجد الشاهينية. المركز الثالث الله وصل من لا يعرف المستحيل، وصل شعار حجي الرئاسة مشاهدين الكرام مباشرة الى مقدمة الشوط عبر الهواء مباشرة. وهذا الشعار ايضا في هذا اليوم، هذا اليوم ما خلى كاس، ما خلى كاس الله وكيلك الرسالة. 3 كؤوس، 3 كؤوس ذهبية ذهبت مع هذا الشعار الخاص بحزن الرئاسة مشاهدين الكرام القادم والتابعة لدولة الامارات العربية المتحدة. لكن على الاسماء اللي وصلت اللي تغيرت اللي تسلم الى مقدمة الشوط، الله يا هذا الشعار، السيفين والنخلة يصل بهذه اللحظات ويذهب مع المركز الاول لتتقدم في هذه اللحظات المنطلقه. ود ود مع المركز الاول، الله يا بن هديبان، الله يا بن هديبان مع المركز الاول، ود بالكاس الثاني، خاطره بالكاس الثاني، ود تتقدم بشعار صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود. اهالي المملكه العربيه السعودية ما زالوا يرددون يا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم، يا دار الابطال. يبون الكاس من ميدان الشهيد الى المملكة العربية السعودية. اقف مرحبا بهملون، يا هلا وغلا بالاحبرت غطت على كل الحضور. وصلت مع المركز الثاني هملون بشعار هجم الرئاسة علي بن جميل الوحيدي. وصل مشاهدينا الكرام الشعار العنابي القادم من دولة قطر وذكريات جميلة في ميدان الشحانية. وصلوا في هذه اللحظات مع الضوح العالمي
العاصمة القطرية تمني النفس بأن يكون الناموس مواطن مواطن، لكن الشعار الأخضر يرفرف خفاقا عاليا عاليا مع المركز الأول هنا في دولة الكويت. الله يا ود، ود مع المركز الأول، هذا الود وهذا الغلاء. ود مشاهدينا الكرام تنطلق بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. الله يا الأخضر، الله يا الأخضر، ما زال مع المركز الأول، ما زال مسيطر مع ود. يبون الكاس الثاني، يبون الكاس الثاني، يبي يرفعون الكاس، الكاس العالي، الكاس الغالي، عاليا عاليا وغالي غالي غالي. سيرنا على غالي غالي، سيرنا على غالي بحضور صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. لكن الذهب، الذهب، الذهب في خطر، الذهب في خطر. وصل الحمر، وصل الحمر، وصل الحمر. فليتحرك الكاس، فليتحرك الكاس للمرة الرابعة، للمرة الرابعة. سوف اذهب مع الكاس، سوف ارحل مع الكاس الى دولة الامارات العربية المتحدة. الله يا الظافر يا علي يا بن جميل يا الوحيدي، قالها حمد السعيد شعار حجم الرئاسة. لا يعرف المستحيل فكيف نعرف المستحيل؟ وسيدي سلطان يصلي وحاضرا في هذا الميدان الكاس للمرة الرابعة، للمرة الرابعة. هذه احتفالية ولا احلى؟ بناخذ الكؤوس الاربعة.